امبارح كنا توقفنا لغايه فتره الباروك او عصر الباروك، والمفروض النهارده بنستكمل ان شاء الله الفتره الانتقاليه ما بين الباروك والعصر الكلاسيكي. وهي الفتره دي يعني ما كانش ليها معالم واضحه، يعني عارفين لما تكون فتره انتقاليه بيبقى فيها مجهودات وناس تكتشف، يعني عشان نوصل لمكان تاني او حقبه تانيه بتبقى عباره عن مجهودات، فما كانش في معالم مميزه، يعني هي زي ما بنقول كده فتره وسيطه، فهتبقى واخده شويه من الباروك على شويه من الكلاسيكيه، يعني مبادئ الكلاسيكيه بدات تظهر مع الاحتفاظ لسه بالشكل الباروك القديم. تعتبر هذه الفتره مرحله انتقاليه تربط بين عصر الباروك وعصر الكلاسيكي، ولم تتضح معالم موسيقيه كبيره لهذه الفتره غير انها تميزت بمحاولات عديده لخلق اسلوب جديد في المصحف، والتي عن طريقها بدأ يعرف علم الغربي. يعني في الفترة دي كنا بدأنا نعمل كوردات بأشكال رقصية، محاولات بدائية إن إحنا الكتابة تبقى رقصية وليست أفقية. كما أنها أيضاً كانت فترة أداء جيدة لظهور قوالب وصيغ جديدة فيما بعد في مجال التأليف الموسيقي، بدأ يتظهر لنا قوالب جديدة. كما كانت هناك محاولات عديدة لتكوينات أوركسترالية بدخول بعض الآلات إلى الأوركسترا لم تكن معهودة من قبل، مثل بعض آلات النفخ، مما أدى إلى ظهور محاولات لتكوينات صوتية جديدة في الأوركسترا. من أشهر أعلام فترة الروكوكو، يعني برضو الشخصيات الثلاثة هنتكلم بسرعة كده، بس يعني هم أعمارهم واخدة جزء من الركوب وجزء كبير جدا من المرحلة الكلاسيكية، وبالذات بجانيني، يعني بيجي اسمه بجانيني، في ناس بتصنفوا الركوب وفي ناس تصنفوا كلاسيكية، لأنه مرحلة السنية كلاسيكية، لكن هو من جواه محتفظ وبيحب الطابق بتاع يعني هو بيعرف رغم إن هو كان أكبر منهم سنة. هنستمع فرصته عامل ايه دي طلال يا عم؟ عشان طلعت مصطفى؟ عشان طلعت مصطفى؟ عشان المعدوم المحكوم الاعدام ده اسمه عشان طلعت مصطفى. مين في البلدي؟ بس في البلدي ده مشكلة، مؤلف صعب يعني حتى بالأمان يعني تقريبا مفيش حاجة مش حلوة. الناس فاهمين قاعدين قدامه، الناس اللي قاعدة حاضرة. لا لا لما يجي عند الحاضرين العمل الإداري
صعبه كده. محمد لو سمحت، لان لسه الطعم بتاع الرقوم مع بدايه الهرمونات الصغيره كده لما بتين وثلاثه والحاجات دي. استاذ محمد سمحت توضح لنا بس كل عازف كل مؤلف من دول كان امهر قلب يعزف فيها ايه؟ في فالدي يعني ما عشان في ناس ما تعرفش يعني تعرف كل واحد كانت قالته مميزه ايه يعني بس انا بخص البايرن كمان بالذات يعني الكمانجا عشان عايزين الكمانجا طبعا النهارده جايبين حاجه جميله طبعا مش هتاخد كل قد الرغم ان الكاب بس كله صغير بس انا واخد جزء منه هنسمع بجانيني والعازف اللي بيأدي الشغل بتاع بجانيني اللي هتسمعه النهارده يهودي بنو طبعا عازف معروف انا اصلا كده بعمل ما فيهوش مصاحبه بس عشان النقطه بتاعت ان الفتره دي كانوا بيهتموا بالمهاره مهاره غير عاديه يعني فعلا الحقبه دي تواجد فيها فعلا ناس مهاره غير عاديه هنستنى كده العمل اللي بجانيني الراجل ده مخوي كله هو الراجل ده جاهز بني ادم روش ولا العجيان صعب على الجيران كمان انا الكرومات الجايه غير صباحها كده دلوقتي من كتر كده صباحها كتير دلوقتي اللحظات المقطوعه عارف لما تكتب حاجه على السكوينسه وتخليها بقى تسرعها ايوه ايوه تسرع فيهم الزينه دي تاني يا هدى بقى يا جماعه بيعزف مؤلفه لبجانين بجانين اللي كان ملقب بشيطان كمان وكان له طقوس في اليوم اللي هيطلع يعزف فيه على مسرح كان لازم المسرح يكون بلاك وسبوتات بتدي اضاءه هو اصلا المسرح بلاك لا بتدي اضاءه اسود فزع يعني اسود فزع العمليه كانت معتومه خالص يعني مبارك من الحكاوي ابراهيم هو كان بيحضر بقى هو كان بيحضر طبعا انا واضحه ما عملتش كده يقال انه في عسكر كمان لا جه قبله ولا هيجي بعده فاللي احنا سامعينه ده يهودا مانويل ده يعني الشائع ما بين المسلمين انه لا يؤدي اكثر من 60% من اللي كان يقصده بجانين. يعني احنا سمعناه النهارده ده كل شغل ما يقولها مانويل مع بجانين كده يعني هو لا يؤدي اكثر من 60% من المقصود من بجانين. تمام. هو ده اللي خلص الاله. فهو بجانين خلص جدا. يقول لك العقله كانت عقله ويه. هنسيب بيقول 25 جنيه. كلنا بنحبه جدا. العصر ده اهم ما يميزه من ناحيه التوسيع اللي بتخصنا هو ظهور المصاحبه الهرمونيه في الصياغه المعقده مثل السوناتا والسيمفونيه. يا برنس. ايش؟ لا انت؟ لا لا ايش تبوب؟ مش بوب ده؟ لا لسه شويه لسه. الشريف طلب ان احنا ناخد لسه كده 10 دقايق ولا ربع ساعه وبعدين نستكمل توزيع الشربات اندمجنا خلاص يعني دخلنا في الحلوه بس يبقى اول ما نيجي نسمعها تاني على فكره عايز اسمعها تاني والله لا بجد طويل